احنا بقالنا مدة بنتكلم على ال PDC bit elements. اتكلمنا على اول عنصر اللي هو ال bit body، وده كان في الفيديو اللي هو كان باسم steel versus matrix PDC bits. وبعد كده اتكلمنا على ال bit profile، وده كان في الفيديو بعنوان فلات versus parabolic. وبعد كده اتكلمنا على البليتس، اتكلمنا عليها من حيث العدد ومن حيث الشكل، وان شاء الله هنبتدي نخش في عنصر جديد من الالمنتس اللي هو البيت كاتر. في موضوع الكاترز هنتكلم ان شاء الله على الريك انجل والعدد والشيب والسايز. الكاترز ريك انجل او الاتاك انجل الحقيقة هما نوعين، الباك ريك انجل والسايد ريك انجل. واحنا ان شاء الله هنستكمل موضوع الباك ريك انجل اللي كنا اتكلمنا عنه في الفيديو السابق لده على طول. وزي ما سبق قبل كده وعرفنا الباك ريك انجل ان هي الزاوية ما بين الكاتنج ايدج والعمود المقام على الوركينج بيس او على سطح العمل او على الفورميشن. وعلى حسب التعريف اللي قلناه ده الزاوية ممكن تبقى حالة من ثلاثة: نيجاتيف ريك انجل إذا كانت واقعة إلى اليسار من العمود المقام على الوركينج سيرفيس، وهتبقى زيرو إذا كان الكاتنج ايدج عمودية تماما على الوركينج سيرفيس أو الفورميشن. والاحتمال الثالث ان هي تبقى الى يمين العمود المقام، وفي الحالة دي هتبقى بوزيتيف انجل. وحط في اعتباري ان كل ده مقاس في اتجاه حركة الكتر. كل كتر من الكترز الموجودة على الفيس بتاع الدقاق بيبقى له الباك ريك انجل بتاعته على حسب وضعه ما بين السنتر وما بين الجيج. والريك انجل واحدة من الكي فاكتورز اللي بتحدد درجة الاجريسيفنس بتاعة الدقاق، الى جانب عدد الكاترز نفسها والسايز بتاع الكاتر وعدد البليتس، لان الريك انجل هي اللي بتحدد الديبث اوف كات بتاع الكتر. ولانها هي اللي بتحدد الديبث اوف كات فهي اللي هتحدد السايز بتاع الكات او الكاتريك اللي هيطلع من الكتر ده. اما شكل الكاتنج نفسه فده هتحدده طبيعه الفورميشن او الماده اللي انا بقطع. والريك انجل هي برضو من الفاكتورز اللي بتساعد في تنظيف الفيس بتاع الدقاق، لان هي اللي بتدفع الكاتنج انها تلف وتبعد عن الفيس بتاع الدقاق. اذا كانت الريك انجل صغيرة فده معناه ان الكاتنج نفسها هتبقى كبيرة، وان الار او بي هيبقى اعلى مع النفس الويت اون بيت. فعند ثبات العوامل الاخرى من حيث عدد الكاترز وحجم الكاترز وعدد البليتس فالاجريسيفنس بتاع الدقاق هيزيد كلما صغرت الباك ريك انجل. ولو حبينا نترجم الكلام ده الأرقام هنقول إن الباك ريك أنجل ما بين 0 و25 درجة بيعتبر أجريسيف، وده لأنه بيزود الديبث
اوف كات، وبالتالي بيزود الـ ROB. وطبعا الزيادة في الـ ROB نتيجة تقليل الـ Rake Angle هيكون لها عواقب، ان هي هتزود فرصة الـ Torsional Vibration، وهتعرض الكتر لدمج بصورة اسرع من غيره. نطلع من كده بإيه؟ إن محاولة زيادة الـ ROB عن طريق استخدام كاترز لها ريك أنجل صغيرة يجب إن هي تكون محدودة بالاستخدام في Soft Formation فقط. طبعاً عكس الكلام ده هيكون في حالة زيادة الـ Back Rake Angle، هنقول إن هي هتقلل الـ Depth of Cut، وبالتالي هتقلل الـ ROB، في المقابل هتقل إمكانية الـ Torsional Vibration، وبالتالي الكتر هيعيش مدة أطول، ويجب إن هي تستخدم في حالة الـ Hard Formation. وطبعا مفيش حاجة على إطلاقها، فمش معنى إن أنا أزود الـ Rake Angle عشان أتجنب الـ Vibration وعشان أحافظ على الكاتر مدة أطول، وعشان بالنسبة لي أنا كدايركشن أحصل على Stable Toolface إن أنا أزودها بصورة مبالغ فيها، لأن ده هيقلب بنتيجة عكسية وهيكون الدقاق Unstable على البوتوم، وهيبتدي يعمل ويرل ويسبب لي انستابيليتي للتول فيس بتاعي. احنا كده نكون غطينا بدرجه كبيره موضوع الريك انجل، وخصوصا الباك ريك انجل. زي ما قلت قبل كده ان في انجل تانية اللي هي السايد ريك انجل اللي احنا ما اتكلمناش عليها، وان شاء الله في المره اللي جايه هنستكمل بقية العناصر، هنتكلم على الكاترز من حيث الكاونت ومن حيث الشيب ومن حيث السايز.